بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثناء تقديمنا لدروس وإنجاز تمارين المتعلقة بقياس الزمن وقراءة الساعة، نحتاج إلى إنشاء وإعادة إنشاء ساعات عقربية على السبورة بتدريجاتها المتقايسة وأشكالها الدائرية. لذلك أقترح عليكم وسيلة تعليمية سهلة الصنع وفي المتناول، وتوفر علينا الكثير من الوقت والمجهود. فلنبدأ على بركة الله. أولا سوف نحتاج إلى ساعة يمكن صنعها يدويا، ويمكن أيضا إعدادها على جهاز الكمبيوتر. ثم نأخذ أوراق الرسم، هي على شكل ورق مقوى أبيض، ونقوم بطباعة هذه الساعة على هذه الأوراق. نقوم بقص هذا الجزء من ورق المقوى أو ورق الرسم فقط لتسهيل مرورها على آلة الطباعة. أضع الساعة الورقية على آلة الطبع للطبع 4 نسخ، ويمكنكم أكثر. ثم نقوم بقص جوانب هذه الساعة. الآن تأتي مرحلة إلصاق هذه الساعات على الغلاف الشفاف اللاصق. إذا الغلاف الشفاف اللاصق هو كالتالي، يباع في المكتبات، ثمنه 2.5 درهم. إذا نزيل وسط الغلاف، نحاول أن نلصق الساعات بالشكل التالي. إذا نبدأ من هذا الجانب. نأخذ وجه الساعة، هو الذي نضعه على الغلاف كما هو مبين أمامكم. ثم نقص الفائض من الغلاف من على جوانب الساعة. وبذلك نحصل على ساعات جاهزة للاستعمال، ويمكن تثبيتها بسهولة على السبورة. إذن في انتظار آرائكم وملاحظاتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.